فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم تأخير رمي الجمار أيام التشريق إلى آخر يوم من غير عذر؟ إلى يقول: ما حكم تأخير رمي الجمار أيام التشريق إلى آخر يوم من غير عذر؟ لا بأس بذلك، العذر موجود، الزحام أو ضعف الإنسان أو، أما الإنسان القوي فلا ينبغي له أنه يأخر الرمي، بل كل يوم بيومه، هذا هو الواجب. لكن إذا كان عنده عذر يستدعي أنه يؤخره لا مانع، كونه مريض، كبير سن، أو امرأة عاجزة، حتى يزول الزحام لا بأس، يجوز تأخيره إلى آخر يوم للحاجة. نعم.